بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام العلامة محمد بن علي بن وهب الشهير بابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. ووقفنا عند حديث الأعرابي الذي وطئ امرأته في نهار رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أهلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: وصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أكبر مني يا رسول الله، والله ما بين نابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أكبر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا هذا. الحرة أرض تركبها حجارة سود. يتعلق بالحديث مسائل: المسألة الأولى، استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حديث الأعرابي الذي وطئ امرأته في نهار رمضان، بدأ يتكلم على المسائل المتعلقة به في وجوه. فقال: المسألة الأولى، استدل به، أي بهذا الحديث، على أن من ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، يعني لا يعاقب بحد أو تعزير. وأخذ هذا من الحديث من ثلاثة وجوه، دل الحديث على هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاقبة الأعراب، مع أنه جاء معترفا بحصول الوطئ منه في نهار رمضان، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقابه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة،
كما أن فعله حجة، لأن الترك نوع من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه ذكره المصنف في قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، فهذا هو الوجه الأول، وهو ترك العقوبة للأعرابي. وكما عرفنا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما أن فعله حجة. الوجه الثاني مقصود الشارع، وذلك أن المقصود من الحد أو من التعزير هو استصلاح المكلف، وإذا جاء تائبا ونادما على فعله فإنه لا يكون هناك حاجة لعقوبته بالحد أو التعزير، لأن ندمه ومجيئه مستفتيا يدل على صلاحه. فهذا هو الوجه الثاني، وقد ذكره المصنف في قوله والتعزير استصلاح، يعني يقصد به استصلاح المعزر ولا استصلاح مع الصلاح، لأن هذا الأعرابي جاء صالحا تائبا لله سبحانه وتعالى، فلا حاجة لأن يستصلح بالعقوبة بالحد أو بالتعزير. الوجه الثالث سد الذريعة، والمقصود بسد الذريعة منع الأمر المباح الذي يترتب على فعله مفسدة، منع الأمر المباح الذي يترتب على فعله مفسدة، والذريعة معناها الوسيلة. ووجه العمل بسد الذريعة في هذا الحديث هو أن المستفتي إذا جاء يبين ندمه ويسأل عن حكم الفعل الذي تلبس به ثم عوقب على ذلك، لأدى ذلك إلى عدم مجيء الناس للاستفتاء، وهذا يترتب عليه مفسدة عظيمة يجب أن تدفع قبل وقوعها. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الوجه في قوله ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. وسد الذرائع يعتبر من الأصول العظيمة في الشريعة، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين أن سد الذرائع ربع التكليف، وقد ذهب إلى العمل به كثير من أهل العلم، وأنكر العمل به ابن حزم رحمه الله إنكارا شديدا، حتى إنه قال إن العمل بسد الذرائع يعتبر أفسد مذهب على وجه الأرض، وهذا كعادته رحمه الله في التعبير ببعض العبارات الشديدة على المخالفين مع جلالته وحرصه على التمسك بالآثار. نعم. المسألة الثانية جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا، وتقريره على شذوذه أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب. نعم. المسألة الثانية يدل هذا الحديث
على أن من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا فإنه تجب عليه الكفارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر. وقد ذهب إلى هذا جماهير علماء المسلمين وأوجبوا الكفارة التي سيأتي بيانها إن شاء الله على من وطئ امرأته متعمدا في نهار رمضان. أما إذا وطئها ناسيا فقد تقدم حكم ذلك في الدرس السابق. وقد خالف في هذه المسألة بعض السلف، ولهذا قال المصنف: ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب. وممن خالف في هذه المسألة سعيد بن جبير والشعبي والنخعي، لكن المصنف رحمه الله ذكر أن هذا المذهب الذي ذهب له بعض السلف وهو عدم وجوب الكفارة على من وطئ امرأته متعمدا في نهار رمضان أنه مذهب شاذ. والمقصود بالمذهب الشاذ هو المذهب الذي يخالف نصا صريحا أو يخالف إجماعا ثابتا، هذا هو القول الشاذ. القول الشاذ هو ما خالف نصا صريحا أو إجماعا ثابتا، فإنه حينئذ يحكم بشذوذه. والمصنف رحمه الله قرر دليل أصحاب هذا القول مع أنه قول شاذ، إلا أنه قرر دليلهم فقال: وتقريره، أي تقرير دليل هذا القول على شذوذه، يعني مع أنه قول شاذ، هو ما يلي. وانتبه لهذا الدليل لأن فهمه يحتاج إلى دقة نظر. قال: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار، لكن سقطت فلا تجب. هذا دليل القائلين بهذا القول على التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله. ويسمى هذا الدليل عند أهل العلم، يسمى هذا النوع من الاستدلال عند أهل العلم بالقياس الشرطي المتصل، وهو الاستدلال بالتلازم بين الحكمين. الاستدلال بالتلازم بين الحكمين، أي أن يكون هناك لازم وملزوم له. فاللازم ما ضابطه عند أهل العلم؟ قالوا: اللازم ضابطه ما يحسن فيه اللام. وأرجو أن تتصوروا هذا لأننا سنعود إلى قراءة الدليل الذي ذكره. اللازم هو ما يحسن فيه اللام، والملزوم ما يحسن فيه لو أو إن، فهذا يسمى ملزوما. فاللازم ما يحسن فيه اللام، والملزوم ما يحسن فيه لو أو إن. إذا عرفت هذا فارجع إلى الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب. أين اللازم في كلامه وأين الملزوم؟ الملزوم قوله: لو وجبت الكفارة بالجماع. لماذا هو ملزوم؟ لأنه حسن فيه لو. واللازم أين هو؟ قوله: لما سقطت عند مقارنة الإعسار، لأنه حسن فيه
اللام في قوله لما، والمصنف رحمه الله لما ذكر هذا الدليل وذكر أن هناك تلازما بين حكمين وهما عدم وجوب الكفارة وسقوط الإعسار وسقوط الكفارة عند وجود الإعسار، بين وجه الملازمة بينهما، فقال أما بيان الملازمة، فهو الآن بدأ يتكلم على بيان الدليل الذي ذكره. نعم، قال أما بيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار، فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها تعمل فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب، فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت لأعلمه. وجواب هذا نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله أن القائلين بعدم وجوب الكفارة على من جامع امرأته في نهار رمضان استدلوا بالتلازم بين عدم وجوب الكفارة وسقوطها في حال الإعسار، أخذ يبين وجه الملازمة بين هذين الحكمين، فقال أما بيان الملازمة. والملازمة ما المقصود بها؟ الملازمة هي كون الحكم لا ينفك عن الحكم الآخر، هذا هو المقصود بالملازمة، كون الحكم لا ينفك عن الحكم الآخر. ففي الدليل السابق عدم وجوب الكفارة لا ينفك عن سقوط الكفارة في حال الإعسار، فلهذا رتبوا على هذا التلازم أنها لا تجب سواء أكان ذلك في حال الإعسار أم كان في حال الاقتدار، فهم هنا جعلوا هذين الحكمين متلازمين. نحن إلى الآن لم ندخل في كلام المصنف بيان الملازمة، فالمصنف رحمه الله لما بين أن عدم وجوب الكفارة ملازم لسقوط الكفارة في حال الإعسار، فيلزم منه أنها لا تجب مطلقا لا في حال الإعسار ولا في حال الاقتدار، بدأ يبين وجه الملازمة. وإيضاح ما ذكر المصنف رحمه الله أنه قد وجد سبب الكفارة، وسبب الكفارة ما هو؟ الجماع متعمدا في نهار رمضان، فوجد سبب الكفارة. والقاعدة في الشريعة أنه إذا وجد سبب الكفارة لم تسقط بالإعسار،
لأن الأسباب تؤثر في أحكامها، تؤثر في الأحكام، ولا تتخلف الأحكام عنها إلا إذا وجد معارض أقوى من السبب، فحينئذ يتخلف الحكم عن السبب، ليس لضعف السبب ولكن لوجود معارض أقوى منه. والإعسار يعارض السبب في حال دون حال، فهو يعارضه في حال العجز عن الكفارة ويقدم على السبب، فإذا وطئ الإنسان امرأته متعمدا في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة إلا إذا كان معسرا في حال الوطء فإنها تسقط عنه بسبب الإعسار، فالإعسار مؤثر في هذه الحال ولا يؤثر في حال أخرى، وهي إذا كان قادرا على الكفارة في زمان لاحق فإنها تتعلق بذمته وتؤجل المطالبة بالكفارة إلى زمان القدرة. والقول برفع مقتضى، ففي هذه الحال قدم السبب أو قدم المعارض، في هذه الحال قدم السبب، ولا يجوز إلغاء السبب إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك، وقد وجد ما يقتضي إلغاء السبب في هذه الحال الثانية، وهو أن الأعرابي لم يؤدي الكفارة ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في ذمته، فدل ذلك على أنه حتى في هذه الحال الثانية لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته متعمدا في نهار رمضان. فهذا تقرير كلام المصنف رحمه الله، وهو كلام دقيق يحتاج إلى تأمل ولنعد إلى قراءته. قال: أما بيان الملازمة، أما بيان الملازمة فلأن أما بيان الملازمة بين ماذا وماذا؟ بين عدم وجوب الكفارة وسقوط الكفارة في حال الإعسار. نعم. فلأن القياس والأصل، فلأن القياس والأصل، المراد بالقياس هنا القاعدة الثابتة في الشرع، ولهذا قال القياس والأصل، والأصل أيضا من معانيه القاعدة. نعم. أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار، فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال، في الحال يعني في وقت الوجوب، لاستحالته أو مشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب، فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. نعم، غير سائغ، لكن هنا وجد معارض فيكون رفع السبب، فيكون رفع مقتضى السبب هنا سائغا لوجود الدليل عليه. نعم. وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت نعم. ولو ترتبت لأعلمه. وخلاصة هذا أن
القائلين بسقوط الكفارة في حال أن القائلين بعدم وجوب الكفارة في حال العمد مطلقا، سواء أكان معسرا في زمان الوجوب أم غير معسر، يريدون أن يقيسوا حال عدم الإعسار على حال وجود الإعسار، فإنه إذا وجد الإعسار في زمان الوجوب لا تجب الكفارة عند الجميع، فهم يريدون قياس الحال الثانية وهي حال القدرة على الحال الأولى، ويرون أن المعارضة في الحالين أقوى من السبب. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله، وهو يحتاج إلى نظر وإلى تكرار لقراءة من طالب العلم. والمصنف رحمه الله كما نبهنا في الدرسين السابقين يريد أن يربي ملكة النظر والاستنباط عند طالب العلم، وهي تنمو شيئا فشيئا، فالملكة لا توجد دفعة واحدة ولكنها تنمو شيئا فشيئا. نعم. وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ويجيب عن الدليل المذكور، وإما بأن يسلم بالملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله عليه السلام كله وأطعمه أهلك، وإما أن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى. لما قرر المصنف رحمه الله دليل القائلين بعدم وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا، ذكر الجواب على ذلك، وقرر أن الجواب عليه يكون من ثلاثة وجوه، وقد ذكر هذه الوجوه على صفة الإجمال، وسيأتي بيانها في مسألة أخرى وهي المسألة الحادية عشرة، فالمسألة الحادية عشرة شارحة لهذا الجواب. وإيضاح هذه الوجوه على وجه الإجمال أن يقال بمنع الملازمة بين عدم وجوب الكفارة وسقوط الكفارة في حال الإعسار، فإذا وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا وهو معسر فإنه تجب عليه الكفارة. فهذا الجواب الأول وهو منع الملازمة بين الحكمين السابقين، ويجيب بعدم صحة قياس حال الاقتدار على حال الإعسار، ولهذا قال ويجيب عن الدليل المذكور، يجيب عنه بماذا؟ بأنه لا يصح قياس حال الاقتدار على حال الإعسار. هذا الوجه الأول وهو منع الملازمة. الوجه الثاني التسليم بالملازمة، بأن يقول الملازمة صحيحة فالكفارة تسقط عمن وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا إذا كان معسرا في حال الوجوب، فيسلم بهذا، لكنه يمنع كون الكفارة لم يؤدها الأعرابي، بل يقول إن الأعرابي أدى الكفارة. فإن قيل له كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك، فإن ظاهر هذا أن الأعرابي لم يؤدي الكفارة، فيجيب عنه بجواب سيأتي بيانه إن شاء الله في المسألة الحادية عشرة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يسلم الملازمة أيضا، لكن يقول
الكفارة لم يؤدها الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان ثبوتها في ذمته، لأن هذا معلوم بأدلة أخرى، ولا يلزم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيان في كل مرة. هذا معنى الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله على وجه الإجمال، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في المسألة 11. أعد الجواب. وجواب هذا يعني الجواب على الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول الشاذ من 3 وجوه. الوجه الأول: إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار. نعم، وإذا منع الملازمة فإنه يرد عليه اعتراض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الأعرابي بأن الكفارة باقية في ذمته، فيحتاج حينئذ إلى جواب، ولهذا قال المصنف: ويجيب على الدليل المذكور. الوجه الثاني: وإما بأن يسلم بالملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله عليه السلام: كله وأطعمه أهلك. نعم. الوجه الثالث: وإما أن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك. نعم، يعني عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء الكفارة في ذمته، وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا الدليل الذي قرره المصنف رحمه الله وبيان وجه الملازمة والجواب على ذلك دقيق جدا، كعادة ابن دقيق العيد، كما قلنا لكم إن له نصيبا من اسمه، فهو ابن دقيق، والمسائل التي يذكرها دقيقة وتحتاج إلى إعادة قراءة وكثرة تأمل، وإنما ذكر المصنف رحمه الله ذلك كما قلنا لتدريب طالب العلم على النظر والتأمل، ولو فهمت من كلامه 40% أو 50% أو 60% في مبدأ الأمر، فإنك إن شاء الله في المستقبل سوف تفهم ما هو أعلى من ذلك. نعم. المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة، ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال، بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي: هلكت، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم. نعم. المسألة الثالثة تتعلق بمسألة تقدمت معنا في الدرس السابق، وهي جماع الناس وأثره على الصيام، وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة، وعرفنا أن الحنابلة يرون أن الناس يأخذ حكم العامد فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، وعرفنا أن الحنفية والشافعية يرون أن الناس لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المالكية يرون أنه يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة، وهذا كله تقدم معنا في الدرس السابق. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنه في المسألة أن المصنف في المسألة السابقة يتكلم
على الصيام هل يفسد أو لا يفسد. وهنا يتكلم على أن المكلف إذا وطئ امرأته وهو ناسي هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة. والحنابلة كما عرفنا يرون أن من وطئ امرأته في نهار رمضان ناسيا تجب عليه الكفارة، وهذا أحد القولين عند المالكية. ويستدلون على هذا بأصل مشهور عند أهل العلم، وهو أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأقوال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأقوال. والأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وطئ امرأته في نهار رمضان لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله هل وطئها متعمدا أو وطئها ناسيا، فترك الاستفصال فينزل ذلك، وأمره بالكفارة فينزل ذلك منزلة عموم الأقوال. فكأنه قال من وطئ امرأته متعمدا أو ناسيا فإنه يجب عليه الكفارة. وهذا معنى قول المصنف ويحتج من يوجبها وهم الحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال، يعني عند سؤال من؟ عند سؤال الأعرابي، من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان. ثم ذكر القاعدة وهي أن الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيبة، وهكذا تضبط عقيبة بفتح العين، إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال فإنه ينزل منزلة العموم. فكأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستفصال كأنه قال من وطئ امرأته ناسيا أو عامدا لزمته الكفارة. والجمهور لا يرون وجوب الكفارة، مع أنهم يرون أن هذه القاعدة التي استدل بها الحنابلة قاعدة صحيحة، وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأقوال، فيرون أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، إلا أن الحديث إلا أن حديث أبي هريرة فيه قرينتان تدلان على أن الناسية تسقط عنه الكفارة، تدلان على أن من وطئ امرأته في نهار رمضان ناسيا لا تجب عليه الكفارة. القرينة الأولى أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع نادرة وقليلة جدا، لأن كون الإنسان يفعل مقدمات الجماع، والجماع يطول وقته، فكونه يكون ناسيا في هذه الحال للصيام مع وجود مقدمات الصيام ومقدمات الجماع وحصول الجماع، كونه يكون ناسيا هذا أمر بعيد، كونه يفعل ذلك وهو ناس للصيام أمر يبعد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الأعرابي تكلم بألفاظ تشعر السامع بأنه لم يكن ناسيا، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت. والذي يهلك من هو؟ الذي يهلك هو من اقترف المعصية
متعمدا، أما من كان أما من فعلها ناسيا فإنه مرفوع عنه الإثم. فهذه قرينة تشعر بأن وطأ الأعرابي لم يكن في حال النسيان، وإنما كان في حال التعمد. نعم أعد. قال وجوابه، وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان. مما يبعد، هذا جواب أن مما يبعد جريانه يعني يبعد وقوعه في حالة النسيان. نعم. فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، بناء على الظاهر وهو عدم النسيان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو القرينة الثانية، لا سيما قد قال الأعرابي هلكت، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم، ومعرفته بالتحريم. وقول المصنف ومعرفته بالتحريم هذا يفيد أيضا أن الجاهل وهو الذي لا يعرف التحريم حكمه حكم الناس. نعم. المسألة الرابعة، الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، أعني العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم ولا يعرف مالك غير الإطعام، فإنه أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر، فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر، ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع، ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان، ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره وجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. نعم. بدأ يتكلم على المسألة الرابعة وهي خصال الكفارة التي تجب على من وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا، وقد دل الحديث على أن من فعل ذلك تجب عليه رقبة، فإن لم يستطع فيجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيجب عليه إطعام 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي هل تجد رقبة تعتقها إلى آخر الحديث. وهذا الأمر ظاهر في الحديث، لكن ورد عن الإمام مالك رحمه الله عبارة وهي أن من وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا يجب عليه الإطعام فقط، ولا يجب عليه عتق ولا يجب عليه صيام، وذلك فيما جاء في المدونة عن ابن القاسم أنه قال
ولا يعرف مالك غير الإطعام. فإن ظاهر هذه العبارة أن الإمام مالكا يرى أن كفارة الوقاع في نهار رمضان هي الإطعام فقط، ولا يجب ولا تكون ولا يدخل فيها العتق ولا يدخل فيها الصيام. وقد أشكلت هذه العبارة على العلماء، حتى إن المصنف رحمه الله قال هذه معضلة زباء ذات وبر، وهذا كناية عن صعوبة تفسير ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. والعلماء يطلقون هذه العبارة إذا كانت المسألة صعبة معضلة، فيقولون هذه المسألة معضلة زباء ذات وبر. وقد اشتهر هذا عن الشعبي رحمه الله أنه إذا صعبت عليه مسألة قال هذه معضلة زباء ذات وبر، لو سئل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلتهم. والزباء هي كثيرة الشعر، والزبيبة هي الناقة التي شعرها كثير، والوبر معروف. والمعنى أن هذه الناقة جمعت بين الشعر والوبر. فالحاصل أن العلماء يطلقون هذه المسألة على المسألة الصعبة المعضلة، ولهذا قال ابن دقيق العيد مع دقته وكثرة فهمه وأنه بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب المالكية وكان يفتي على مذهب المالكية ومذهب الشافعية، قال هذه معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث. وسبب إعضالها، سبب صعوبة هذه المسألة، أن الإمام مالك رحمه الله اشتهر بمعرفة الآثار، واشتهر أيضا بالتمسك بها، ومع ذلك هنا قال كفارة الوطء في نهار رمضان هي الإطعام، فخاض العلماء في توجيه هذه المسألة. وذهب بعض المحققين كما قال المصنف رحمه الله وهو القاضي عياض فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة ونقله غيره، أن القاضي عياض رحمه الله حمل كلام الإمام مالك كلام الإمام مالك هنا على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب أن يكفر بالإطعام، وأن يقدم الإطعام، أن يقدم التكفير بالإطعام على التكفير بالعتق والتكفير بالصيام. وذلك من عدة وجوه، أي أن الاستحباب لتقديم الإطعام على العتق والصيام من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإطعام رخصة للقادر على الصيام في أول الأمر، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن قال قائل هذا الحكم منسوخ، فالجواب على ذلك أن نسخ الوجوب لا يلزم منه نسخ الاستحباب، وبناء على هذا يستحب تقديم الإطعام. فقوله نسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام، هذا جواب عن اعتراض مقدر. يعني إن قال قائل إن هذا الحكم منسوخ
وهو قوله وهو الحكم الوارد في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول المنسوخ هو الوجوب، ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الاستحباب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قد بقي حكم الإطعام في من أفطر لعذر، كمن عجز عن الصيام بسبب كبر فإنه يجوز له الفطر ويلزمه الإطعام، وكذلك الحامل إذا أفطرت بسبب الحمل فإنه يلزمها الإطعام، أو أفطر يلزمها القضاء والإطعام، وكذلك إذا أفطرت بسبب الإرضاع، فحكم الإطعام لا يزال باقيا. الوجه الثاني أن من أفطر في نهار رمضان وأخر القضاء ولم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه أيضا الإطعام. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن الأمر بالإطعام فيه مناسبة للصيام، وذلك لأن الصيام هو إمساك عن ماذا؟ إمساك عن الطعام، إمساك عن الأكل والشرب، فكان الأمر بالإطعام أكثر مناسبة للصيام من التكفير بالعتق والتكفير بالصيام. هذه وجوه ذكرها القاضي عياض رحمه الله، لكن المصنف رحمه الله قال هذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام. فالمصنف رحمه الله يرى أن هذه الوجوه الأربعة التي قيلت وجوه ضعيفة لا تقوى على رد دلالة هذا الحديث الذي يبين أن الكفارة تكون بالعتق والصيام والإطعام، فهذه الوجوه وجوه ضعيفة لا تقاوم هذه الدلالة. قال فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من تقتضي من أن تقتضي استحباب الترتيب. يقول هذه البداءة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالعتق، ثم إذا لم يستطع ذلك أمره بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك أمره بإطعام 60 مسكينا. قال فالبداءة بالعتق ثم الصيام إن لم تقتضي وجوب البداءة بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام فإنها تقتضي استحباب ذلك، لأن القاعدة أن البداءة بالذكر تدل على الترتيب، البداءة بالذكر تدل على الترتيب. ويؤيد هذا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. قال وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت المجاعة يكون الأفضل الإطعام، وبعضهم فرق بين الفطر
بالجماع والفطر بغيره، وجعل الفطر بغير الجماع يكفر بالإطعام. وهذه قال مراعاة هذه الأحوال أقرب إلى دلالة الحديث من القول بأن الكفارة إنما تكون بالإطعام فقط، ولهذا قال وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. ومعنى ذلك أن هذا القول أخف في مخالفة النص من القول الأول. ولماذا هو أخف؟ هو أخف لأن القول الأول يخالف النص في جميع الأحوال، بخلاف هذا القول فإنه يوافق النص في بعض الأحوال ويخالفه في بعض الأحوال، وما وافق النص في بعض الأحوال وخالفه في بعض الأحوال أقرب إلى دلالة النص مما خالف النص في جميع الأحوال. نعم. المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاث، أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة، فهل هي على الترتيب أو على التخير؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنها على التخير، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب، وهو مذهب بعض أصحاب مالك. واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا: هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم. ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخير، هذا أو معناه، وجعله يدل على الأولوية مع التخير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن. لما ذكر المصنف رحمه الله في المسألة السابقة أن خصال كفارة الوقاع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، تكلم في هذه المسألة على أن خصال الكفارة هل هي واجبة على الترتيب أو أن المكلف مخير فيها. وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول أنها واجبة على الترتيب، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما جاء في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب السؤال عن هذه الخصال الثلاثة، والترتيب في السؤال والجواب يدل عندهم على لزوم الترتيب في الكفارة، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يستطع العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يستطع الصيام. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وهذا وجه استدلالهم بهذا الحديث. وذهب المالكية في قول عندهم، والحنابلة في رواية ليست هي المشهورة من المذهب، أن هذه الكفارة واجبة على التخيير، فلا يجب فيها الترتيب. وممن قرر هذا القاضي عياض ابن موسى السبتي
إمام الشهير صاحب المصنفات الجليلة، وذهب إلى أن ما استدل به الجمهور على وجوب الترتيب ليس ظاهر الدلالة على وجوب الترتيب، دلالته ليست ظاهرة، لأن البداءة بالسؤال عن الشيء والجواب عنه لا تدل على الترتيب. ولهذا في كفارة الأذى في حديث كعب بن عجرة الذي في الصحيحين، وهو من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ولا تدل، لم يدل ذلك على أن فدية الأذى يجب فيها الترتيب، فسواء أطعم، سواء ذبح شاة أو صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، فإن ذلك راجع إلى اختياره وشهوته. ويؤيد هذا أنه جاء في القرآن التخيير في هذه الفدية، وهي فدية الأذى، في قوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما للتخيير. فلم يدل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة على أن فدية الأذى واجبة على الترتيب، فكما أنه لم يدل على الترتيب في حديث كعب بن عجرة، فإنه أيضا لا يدل على الترتيب في حديث كعب، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الوطئ عمد، في الوطئ في نهار رمضان. وهذا القول الذي ذكره القاضي عياض يظهر أن المصنف رحمه الله يميل له، وهو قول وجيه، لكن يمكن للجمهور أن يأخذوا لزوم الترتيب من دليل آخر لا من الترتيب في السؤال والترتيب في الجواب. نعم. المسألة 6: قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة لأجل الإطلاق، ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق ها هنا بالتقييد في كفارة القتل، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، والله أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من خصال الكفارة عتق الرقبة، ذكر أن الرقبة في هذا الحديث جاءت مطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد رقبة؟ ولم يقيدها بقيد، فجاءت الرقبة مطلقة. وما دام أنها مطلقة فإنها تصدق على الرقبة المؤمنة، وتصدق أيضا على الرقبة الكافرة. وقد اختلف الفقهاء هل يجوز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة أو لا يجوز، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة، وهذا هو مذهب الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: هل تجد رقبة؟ والرقبة هنا مطلقة، ليست مقيدة بقيد، فتصدق على الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. والقول الثاني، وهو مذهب جمهور الفقهاء،
أنه لا يجزئ اعتاق الرقبة الكافرة، بل لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة أي مسلمة. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا مقيدة بالإيمان، وهي وإن جاءت مطلقة في كفارة الوقاع في نهار رمضان، وجاءت مطلقة أيضا في كفارة الظهار، إلا أن المطلق يحمل على المقيد ويقيد به، فلا يجوز أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، سواء كان ذلك في كفارة القتل خطأ أم كان في كفارة الظهار أم كان في كفارة الوقاع في نهار رمضان. وهذا الخلاف مبني على أصل مشهور عند العلماء، وهو أن المطلق هل يحمل على المقيد إذا كان الحكم واحدا والسبب مختلفا، هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب؟ ففي العتق اتحد الحكم وهو وجوب العتق، في كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الوقاع في نهار رمضان، فالحكم واحد لكن السبب مختلف. ففي كفارة الظهار السبب ما هو؟ الظهار. وفي كفارة القتل خطأ السبب ما هو؟ القتل خطأ. وفي كفارة الوقاع في نهار رمضان السبب هو الوقاع في نهار رمضان، فالأسباب هنا مختلفة لكن الحكم واحد وهو وجوب العتق. فاختلف العلماء فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أو لا. فالحنفية ذهبوا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على تقييده، لأنه كما يجوز إلغاء القيد في المقيد فكذلك لا يجوز أن يضاف قيد للمطلق. ورتبوا على هذا جواز عتق الرقبة الكافرة كالرقبة المؤمنة. وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ويقيد به، فلا يجزئ عندهم في الكفارة عتق الرقبة الكافرة، بل لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وذلك حملا للمطلق على المقيد. ثم اختلف الجمهور فيما بينهم، هل حمل المطلق على المقيد من جهة اللغة أو حمله من جهة القياس؟ هل يحمل المطلق على المقيد من جهة دلالة لغة العرب، أو أنه يحمل من جهة القياس بأن يقاس المطلق على المقيد؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور، والمحققون منهم يذهبون إلى أن المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله، فقال: والأقرب أنه إن قيد فبالقياس. هذا هو الذي ذهب له المحققون من أهل العلم. طيب، نقف عند هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.